هنبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح واللي من أبرزها تسليط الضوء من قبل مجلس الوزراء على جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، بالإضافة أيضا إلى الحصاد الأسبوعي للحكومة اللي نشرته طبعا في انفجرام. هنا كمان الحكومة نفت تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة الجديدة، ووزارة الداخلية بتواصل فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان. تفاصيل أكتر في سياق العرض التالي. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نشر مجموعة من الإنفوغرافات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسلط الضوء على الجهود اللي شهدتها السنين اللي فاتت من أجل تحقيق الأمن الغذائي من مختلف المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح، وهو الأمر اللي ساعد على تجاوز التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية الروسية بالنسبة لسلاسل التوريد العالمية من القمح. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل إنفوغرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 20 مايو لحد 26 مايو. تضمنت الإنفوغرافات الموافقة على عدد من القرارات بالإضافة للاجتماعات واللقاءات اللي عقدها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. امبارح أكدت الحكومة أن الأخبار اللي انتشرت بخصوص تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة لأقل من نصف الاستحقاق الدستوري بالموازنة العامة الجديدة هو كلام غير صحيح، وشددت على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة 2023-2024 بنسبة 30.4% لتصل ل 397 مليار جنيه مقارنة ب 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023. امبارح أعلنت وزارة الداخلية إنها واصلت فعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات. ومعنا أخبار المحافظات، وخلونا نبتدي بمحافظة المنوفية واللي أعلنت بدء توزيع الأسمدة الصيفية في كل أنحاء المحافظة، وكمان إطلاق مبادرة لتجميل الشوارع وتوفير الخدمات الصحية وسط سيناء. كمان في المحافظات تم محو 132,099 شخص خلال العام الحالي في محافظة أسيوط، وأيضا تم الكشف وتوفير العلاج ل 1602 مواطن في قافلة مجانية بمحافظة بني سويف، وأخبار أخرى هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت عدد كبير من الأحداث والأخبار. نبدأ بمحافظة المنوفية، مديرية الزراعة في المحافظة بدأت توزيع الأسمدة الزراعية الصيفية على المزارعين خاصة في مزارع الذرة الشامية بواقع 4 شكاير على الفدان الواحد، وجت عملية الصرف بعد حصر الأراضي من مشرف الأحواض الزراعية في كل قرية. مجلس مدينة نخل بوسط سيناء أطلق مبادرة لتجميل شوارع المدينة وتشجيرها بأشجار الظل بالتزامن مع تفعيل خدمات التأمين الصحي في المستشفى، وجه تفعيل المبادرة ضمن خطة زراعة 100 مليون شجرة اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهدفها الحفاظ على بيئة نظيفة وتحسين المنظر الجمالي للمدينة. مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة افتتحت 3 مساجد جديدة بمراكز أبو المطامير والدلنجات ودمنهور بتكلفة 3,300,000 جنيه، وده في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد. فرع هيئة تعليم الكبار في محافظة أسيوط أعلن تحقيق معدلات محو الأمية على مستوى كل مركز إداري في المحافظة والجهات المشاركة في جهود محو الأمية خلال خطة عام 2022-2023، وبلغ عدد اللي تم محو أميتهم 32,099، ووصل عدد الحاضرين 39,728 دارس ودارسة من إجمالي 62,623 متقدم. نظمت مديرية الصحة في محافظة بني سويف من خلال إدارة القوافل قافلة طبية بنزلة البرقي مركز الفشن مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات، وتم الكشف على 1602 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان.
استلمت لجنة من وزارة الشباب والرياضة الأرض المخصصة لإقامة المدينة الشبابية في مركز الدخلة تمهيداً لبدء العمل من الشركة المنفذة، وهتقام المدينة الشبابية بالدخلة على مساحة 12 فدان، وهيتم إنشاء مبنى فندقي سكني لاستقبال الرحلات والأفواج، وإنشاء حمامات سباحة وملاعب خماسية وصالة جيم وصالات ألعاب فردية. هيستقبل مطار مرسى علم الدولي الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت والحد يوم الجمعة اللي جاية 118 رحلة طيران دولية أوروبية، وهيتم تسهيل إجراءات الوصول ليهم من قبل سلطات المطار بمجرد وصولهم لأرض المهبط وصولاً إلى الفنادق مقر إقامتهم على شاطئ البحر الأحمر. محافظة المنيا أعلنت أن شوان وصوامع المحافظة استقبلت 337,250 طن و967 كيلو من محصول القمح لموسم حصاد 2023، وده من خلال 42 موقع تخزيني في كل مراكز ومدن المحافظة، وسط الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسهيل عملية التوريد على المزارعين.